فيها بيار بيارتي بكو على زمان لعبتها كمان بكو هبايل من زمان ينشلوا بيارة يقولولها مثل حبل الجمل حبلها وينشلوا ويملوا بعدين يتركوا حطولها مطور دارت تسحب وسووا حوز حوز وداروا يملوا الحوز واهل البلد تنقل اللي له بعيد عنك حمارة اللي له جحش اللي له بق شو اسمه هذا جمل يملوا وهالفلاحين بكوا على رؤوسهم الله يحسن يملين الصبح والعصر الصبح والعصر نعم. والله احنا بكوا يجيبوه عن راس العين في عرباي جوز خيل اللي لهم خيل ولهم بحرسوا وبدرسوا بكين شو اسمهن هذول انقطعهن عربيان يملوا كزان هيك كبير باخذ 11 تراك يملوا لعياله والمغرس المغرب بعد ما تنربي الرجل قدام باب الدار يشبطوا هالنسوان يعبرن على بيوتهم في باب بيتهم هاد حمولتنا ولا الباقي بكل عحمية بعيد من السامعين وعلى روسين النسوان سويت هاي مالو شفت ولا بك بقى في شجر زيتون عندكم؟ ها؟ شجر زيتون؟ لا ما في شيء بكين حمضياتهم حمضيات ساحلية المجد المهن يعني تزرع مثل هذه الزيتون باب دارك هذا عنده جنان يحط غرستين ثلاث اما البيارات الرسميات في مشاريع مية يجيبوا البابور ب500 وب600 وحطوا على حرف المشرع وحطوا هيك يحطوها ماسوره على باب البير اللي في المي والمي في يعني ما شاء الله ويجيبوا بوابير الواحد مطرات كله يعني مثل هاي طول هاي يجيبون ب400 و500 يطلعوا المي المقدرين ويمدوا على طول الشجر ما شاء الله وبعدين في ناس فكرية بكوا ما مش كلهم هم المساعدة هم اليوم احنا كنا مثل بعضنا صحيح يوم صحيح مفرقين وشو قادر وشو مش قادر انت جنيتي لك بس مكيفين في بلدهم والله لما تروحوا بس بيارة انا عندي اولاد ما لهم مش بيارة تاخذهم يسكوا لك بيارتك هذاك بالمثل هذاك بالمثل هذاك بالمثل ولا المي رسمية بكوا النسوان يروحوا كلها ينابيع كانت يعني وبيار لا بيارة واحدة بيار وبحبل جمل بكوا يسحبوا منها وبعدين حطوا مطور عبابها وحطوا مواسير في البيارة تحت كان عندكم مختار في القرية؟ مين هو المختار كان؟ مختارها بك خالد السالم من دار السالم من دار سالم من دار سالم من عائلتنا ابوه اسمه سالم سالم ابوه خالد السالم بكى مختارها ايوه ولا يما شبكة عندنا ما اخذ واحدة بلدي وداري والولدين موتوا ما اخذني حطتها وارضي تكلم على السلام كيف بديش ارجع والله لو بمشي ماشي من هالة هناك وكل ليلي ببات في مطرح ما ظليت في هالبلد هذه قطيعة انا بدي اشر رزقه يما انا بدي اشره